83 سنة في عمري، كنت في الفريش، وكي قالوا لي حلافات جيت نفوطي باش ما خليوش بلادنا تضيع. كي قعد معنا الرئيس شكون اللي يقود البلاد، ما نقدوش نخليو بلادنا بلا رئيس. كنت راقده في الفريش وجيت نفوطي على الرئيس اللي راح يجي ان شاء الله يعدل البلاد ويدنق المساكين ويدنق الفقراء ويكون معاه ان شاء الله يا ربي يكون معاه ويعاونوا الله، هو يعاون الفقراء والمساكين ويجري علينا واحنا ثاني نطلبوا ربي يكون معاه. نحوسوا للرئيس اللي يعدل لنا البلاد ويكون معانا ويكون مع وليداتنا، وربي يستر وربي يلوح عليه البلاء وربي يكون معاه، وان شاء الله اللي الخطوه اللي يديرها ربي يوفق له فيها. زيرتوب، اول قناه الكترونيه في الجزائر.